عاصم، اليوم أثناء حديثي تذكرت قصة جميلة، قصة تربوية أتذكر أني قرأتها في كتاب يعني من فترة طويلة. يعني في أب أراد أن ينتقل هو وأسرته إلى بيت جديد، فاجتمع مع عياله وعددهم 6، فقال كل واحد منهم هم في حينها يعني صغار عياله، فسأل كل واحد منهم أنت وش تبي تكون؟ هذا قال أنا بيصير دكتور في المجال الفلاني، وهذا قال بيصير قاضي، وهذا قال بيصير مهندس، والثاني قال كذلك أنا بصير دكتور في المجال الفلاني. فبعد سنة انتقل هو وأبنائه إلى ذلك المنزل الجديد، وفاجأ أبنائه بأن كل واحد منهم أثناء دخولهم إلى المنزل وجد أمام غرفته أن مكتوب الأمنية التي يريد أن يحققها الدكتور، مكتوب غرفة الدكتور فلان الفلاني، غرفة القاضي فلان الفلاني، غرفة الأستاذة فلان فلانة الفلاني. فالعجيب أن بعد سنوات أن 4 من أبنائه حققوا ما يريدون، واثنين الآخرين اتجهوا إلى تخصصات أخرى. أنا أؤكد تماما أن الوالدين لهم دور كبير جدا في توجيه وبناء شخصية الطفل. الثقة بالنفس هي بذرة يزرعها ويسقيها الأم والأب، ويجد ثمرتها الابن بعد سنين من الاهتمام. وفي أمان الله.